الذي له سلس في البول فكيف يعني يعيد وضوءه؟ ماذا يصنع عند كل صلاة؟ يعني حكم المبتلى بمرض سلس البول، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أنه يتوضأ لكل صلاة، ويعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المستحاضة، فإنها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ يعني لكل صلاة، يعني طبعا هناك تغتسل ما أمكنها يعني في بعض الروايات، لكن تتوضأ وتتحفظ. وكذلك هنا الذي هو مبتلى بسلس البول يضع حفاظة يعني على الموضع ويتوضأ، فإذا نزل بعد وضوئه في أثناء صلاته قطرات من البول فلا شيء عليه.